مكملين معاكم النهارده في برنامج استباحه، والفصل الثاني في حلقتنا النهارده عن الحموات الفاتنات. صح كده؟ انت كنت سميتيه انا وحماتي؟ لا الفصل بتاعك؟ حماتي حياتي. حماتي حياتي؟ حماتي حبيبتي، انا حماتي حياتي. الحموات الفاتنات، طبعا الكلمه على طول بترن جرس مري منيب في فيلم، كان اسمه الفيلم؟ انا وحماتي الفاتنات. حموات الفاتنات على طوبه خليها. شفنا في اول فاصل تانت ميرفت عملت لنا طبق عنيف، يعني الوضع صعب قوي بالنسبه لي، يعني ان انا اقف بعيد عن الطبق. زي ما انتم عارفين انا مشهور بالاكل، ادي الطبق اهو زي ما انتم شايفين، رق برارس ورق برنجان. برارس ولا برنجان؟ لا زي فيلم صغير على الحب، ما حدش يتفرج على فيلم صغير على الحب. بنتفرج بس بنحفظ. في رق رز، وبعد كده رق الفراخ اللي بالفلفل الالوان والشبت، وبعدين رق رز تاني، وهلم جره لحد ما نوصل فوق متجرنشه بشويه من الحاجات اللي جوه. ودي حركه بروفيشنال قوي يا طنط على فكره، الشيفات بيعملوها، مش عارف حضرتك تعرفي ولا لا، دايما بيحبوا يجرنشوا الاطباق المحشيه حاجه، يجرنشوها من بره، يعملوا جرنش من بره بالحاجات اللي جوه عشان يوري الناس فيها ايه. من كتر ما بنتفرج على البرامج دي ابتدينا نقلد. كده انا حضرتك بتتابع قناه ست البيت؟ بتابع ست البيت. وفي حاجات كتير قوي برجع لها في على الانترنت كمان. تمام، حلو قوي. عايزه بتنزل لي على الفيسبوك. فاكرة يعني البلوزه؟ فاكره البلوزه؟ كلمتني بالتليفون فاكره البلوزه وانا بتفرج. حضرتك عرفتي ان نرمين حصلت على شهاده تقديريه من جمعيه الطهارة؟ كل حلقه انا فخور بيها جدا والله، بس انا بتعب اكتر واحده بتتعب. انت احنا بنتعب انا وانت يا نرمين في الحلقه. انا بتعب جامد قوي في الاكل. طيب خلونا نكمل الفاصل الثاني. نرمين كالعاده هتعمل لنا اكله، انا مش عارف بقى ايه علاقتها بالحموات. هل امك علمتها لك لجوزك، ولا حماتك كانت بتحبها تعملها لتامر، ولا ايه؟ لا انا شخصيا عندي حماتي الله يرحمها طبعا، الله يرحمها، كانت مدلعه ابنها بشكل غير عادي. هو ولد وبنت بس؟ هو ولد وبنت، بس هو كان حبيب ماما بشكل قاتل. يعني كان عند عارفه تامر قال لي ايه؟ قال لي ممكن لو ماما كانت استمرت في الحياه كان ممكن ما نتجوزش. من كتر ما هي، لو كان تامر متجوزها من كتر ما هي بتحب ابنها. لا من كتر ما هي بتحب ابنها جدا. بس والله مش شرط، يعني شفنا قبل كده ستات بتحب اولادها زياده عن اللزوم. ايوه انت. لا وبيطلعوا يعني حتى لو في توربلنس، لو في يعني مشاكل في الاول بتتحل بعد كده، يعني از لونج ان طالما ان الناس يعني هاديه وتكبر دماغها شويه، لانه في الاول في الاخر بتلاقي مشاكل على حاجات عبيطه. هي بتبص لي كده ليه؟ يا عم حد جا جنبك انت ولا حد بص لي؟ بتبص هي حوله. لا مش يعني احنا دايما بنرمي الكره ان الحمل اللي هتعمل المشكله، ساعات في بنات بيبقوا لذيذ. يعني تبقى هي الست في منتهى الادب والشياكه وكل حاجه، والثانيه هي اللي ما فيش حاجه عجباها. انا قبل ما اتجوز كنت يعني كان في مشروع كده بقى بالفشل يعني. طلع الحمد لله. والمشكله ان انت ما بتشوفيش المساوئ الا بعد ما بتطلعي بره العلاقه. طبعا شوفي تقولي يا نهار اسود، انا امي يعني، انا امي ربنا يخليها يا رب. يعني استحملت كتير من البنت دي، وبعد كده ما كانتش بتتكلم بقى، كانت بقى تقول لي طب ماشي اللي انت عايزه، طب اللي مش عارف ايه. بعد ما طلعت بقى قلت لها خلاص انا سبت فلان فلان، قالت دي جت وراحت ايه. طيب نركز بقى في الاكله بتاعت نرمين. نركز في الاكله بتاعت نرمين، قول لنا المقادير ايه. هات لي بس البدنجانه، هنعمل بدنجان محشي بالسي فود. عندك اوكي اقسمها نصين يا كريم. نو لا نصين بابا بالطول. عملت فيا كده الحلقه. بص ايوه بالظبط ده اللي انا هعمله بقى ايه. ها برافو، احنا عايزين النصين دول. تمام هنعمل ايه؟ هنتبلهم بالملح والفلفل وزيت زيتون، وهندخلهم الفرن عشان البدنجانه تتشوي زي ما هو كده. زي ما هو كده ممكن بس البلانشن نتبل. انت بقى هتتعامل معايا في بقيه المكونات تقطيع. عشان نرمين مش عارف بقى لها يعني من الشهر اللي فات كده يعني حوادث. حوادث مش عارف ليه. خلاص على الكاميرا وبره الكاميرا كده، ورشه ملح وفلفل بس كده. هو دي التتبيله. يعني انا بس عايزاه ايه، يعني يبقى اخد زيت زيتون كويس، وهنحطه في الصينيه بتاعتنا تحت. تحت يس. ورشه على وشه ولا على قفاه؟ لا على بس اديله فلفل اسود كده اهو.
وممكن نزود معلش يا كريم ايه، لا حطه وبعدين هنحط زيت زيتون زياده. ماشي حطه كده على ظهره؟ لا حطه اه زي ما هو كده. لا 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 زي ما هو. ايوه كده، ونزود زيت زيتون. نحط دي هنا، نزود زيت زيتون، ندخله الفرن. ماشي ما تاخرش يا كريم، امسك مسافه السكه. لا ما تخافش ما تخافش، انا بقى هقول لكم على حاجه. لازم البنت، انا من رايي من وجهه نظري طبعا بما اني ست متزوجه يعني، فعصرت حماتي شويه قبل ما تتوفى. لو البنت عملت حماتها كانها مامتها الثانيه مش هيبقى في مشاكل. وبعدين انا كأم لو شايفه ان ابني سعيد مع الشخصيه دي اكيد هبقى مبسوطه له. لو انا ست طبيعيه لا، ما هو ممكن يبقى سعيد معاها وهي بايعه له الحكايه يعني. وبس بصي، في بنات انا بشوف كده يعني ان ما بتحترمش المساحه بتاعت حماتها. يعني هي عايزه تخش في العلاقه اللي بينه وبين مامته برضو وتعرف ايه اللي بيحصل ما بينهم. ومامتك عقلت يعني، انا شايفه مثلا ان هي ما تتدخلش في ماديات مثلا، ما تتدخل في حاجات كتيره قوي لو ما عرفتهاش بتاخد ان تاخد المواضيع بيرسونال وبتقوم فيه بقى وانا مش مسيطره وانا ايه. لا انت ممكن تحترمي برضو مساحتك يعني الاثنين يعني، كل واحد يحترم المنطقه بتاعته عشان ما نعضش في بعض. طب تفتكري الحما يا طنط بتبقى اصعب مع مرات ابنها ولا مع جوز بنتها؟ مين الحما بتبقى اصعب؟ اوه سؤال حراق ده. هقول لك على حاجه، مش شرط مع مين فيهم. لان مثلا دينا في واحده نعرفها البنت يعني ربنا يهديها، اي بنت، فقلت لها انا لو دي ابني مرات ابني هشوطها. بالظبط كده. أيوة. الكلمه دي لا جبتي جوناثان ليه؟ لان هي ما يعني صعبه مع حماتها قوي. هي مش صعبه مع حماتها، هي بعيده كومبليتلي عن حماتها. يعني واخده الولد بعيد عن عيلته. ما دي اوحش حاجه في بنات لما بتتجوز بتحاول يبقى انا اتجوزت ده فافصله عن العيله نفسها. حتى بالنسبه لها حتى قرايبها اللي هم ساكنين قريب منها. ايوه قرايبه مش قرايبها، ما قرايب البنت الولد نفسه. يعني لو صباح الخير دي كمان يا اهل الدرجه دي. بس طنط خدي بالك يعني، احنا في عندنا عاده في مصر برضو ان جوز البنت ساعات في البيت بيبقى اهم من الابن. يعني دايما الام عشان قلقانه على بنتها تروح تحاول كده على جوز بنتها علشان ايه، ودايما بتلاقيه بقى قاعد عند حماته والاقامه عند حماته والدنيا عند حماته اكتر من مرات الابن. وفي شخصيه راجل ياخد مراته عند اهله وما ما هي لو مامته كويسه، ما هي لو مامته كويسه معاها هتروح يعني هتكسر القاعده وهيبقوا على طول عند. انا الخناقه كانت تبتدي بين بابا وماما وبعدين لو وصلت يعني توصل لحماتي او بتحصل مثلا عند جدتي سوري حماتي وبعدين بقى في وسط الخناقه تقلب تبقى بين ماما وامها وجدتي. لانها بتاخد السايد دايما بتاع بابا. وده الخناقه بقى على حاجه عبيطه، انت مش عارف كنت ماشي النهارده فمش عارف حاولت يمين اي حاجه بقى من الحاجات اللي قبل. انا ما اعتقدش ان في خناقه من الخناقات اللي بتحصل في البيوت المصريه، او مش هنقول في خناقه يعني بنسبه 75% الخناقات بتبقى على حاجات عبيطه. اهم حاجه يعني انا في رايي انه يعني الخناقه ما تبقاش قدام حد. يعني زي ما طنط كانت بتقول الطرف الثالث ده هو اللي بيبوظ. الطرف الثالث ده يكون صاحبتك، يكون حماتك، يكون اخو جوزك او صاحب اختك، حتى لو صاحب دايما بتقول لا مأساة بيبوظ الدنيا فعلا، بيدمر كمان. لان الموضوع ممكن يتلم في انه نشخط شويه ويخلص، خلاص الموضوع يخلص وانتهى خلاص. انت هتدخلي اوضتك وانا همسك البلاي ستيشن. كريم من النوع اللي ما فيش يعني اي عماره وقعت قدام يا جماعه عايز من العمارات بتوقع يعني. هو كريم اصلا كل وادي لا مش بالعكس يعني ما بياخدش المواضيع ما بي صعصب.
لا يعني مش سهل طالعه يعني كل حاجه يحصل مصايب اقول له كريم ده حصل وانا قاعده بقى انت بقى طبعا ما انت عارفاني انا بقى بتطلعي انا مره عربيتي اتخبطت تحت البيت فماما جت من قبل يعني ما كنت لسه عايش معاها قالت لي الحق عربيتك اتخبطت تحت البيت قلت لها طيب استني بس كده ماما البس وانزل لك عربيتك اتخبطت تحت البيت طب بس خلينا بس نشوف بس يمكن يكون ما اتخبطتش قوي يعني كده بقى فاهم اللي هو مستني طب نكلم التامين نتاكد ان التامين شغال عادي يعني لو اتخبط بقى في تامين يعني. بس فانا مشهور بالبرود ده عندي حق فيها او يعني بس انا عايزه اقول حاجه في موضوع الحما ده ان لو كل واحد من الطرفين يعني سواء الحما او مرات الابن او جوز البنت لو كل واحد مثلا حدد العلاقه بمعنى ان انا مثلا ان في عارفه ان ابني مع مراته ليهم خصوصيات ما تدخلش انا كأم في حياتهم بدرجه جامده هتبقى ما فيش مشاكل بيننا لو انا كمرات ابن ما تدخلتش في علاقه الولد بامه بردك مش هيبقى فيه مشاكل يعني انت في ايدك كل شيء انت الست اللي داخله على البيت الجديد دوت هي في ايديها ان هي من اول انطباع بينها وبين حماتها يا تبقى يعني اعداء يا اما نبقى اصحاب وحبايب وتبقى مراتي صاحبتي سوري حماتي صاحبتي وحبيبتي وليه لا صح صح طب ايه اخبار الاكله الاكله انا حطيت طبعا الكرفس والثوم في الاول وبعدين حطيت عليهم الكاليماري متقطع مكعبات تبلتهم بملح وفلفل وشويه فلفل احمر شطه مش كتير وبعدين كريم قطع لي الطماطم وحطيتها وهحط معاها معلقه صلصه لا ما هو مجهودك باين في الطبق اهو انا ما قلتش حاجه بصي وهزود شويه عصير طماطم عصير طماطم اوكي واحنا حطينا يعني قدامي مثلا حاجه بتاعه 7 دقائق كده لان احنا مستنيين الباذنجان في الفينف كفايه قوي مستنيين الباذنجان بس في الفرن يتشوي علشان احنا هنحشيه بالخلطه دي يعني احنا لما الباذنجان هيطلع هنقوره وناخد القلب بتاعه تضيفيه في الاخر خالص للطبق يعني دي حشوه القلب بالظبط حشوه الباذنجانه مش القلب ده فكر يا ابني يعني مين يعني بتخطط عملت يعني اسمه ده مكياده الصياده عايزه مصياده لا انا بحاول اعمل لكم يعني حاجه مختلفه عن العادي يعني وبعدين انت كمان لما تلاقي بنت يعني الحما نفسها لما تلاقي مرات ابنها بتعرف تطبخ كل شويه تدينا طبق حلو طبق حلو طبق تحبها مش كده ولا ايه طب انت عايزه اسال حضرتك سؤال في بالنسبه للحماوات يعني عموما ان ممكن مع مرات ابنها ما تركزش قوي يعني اللي مكبره دماغها مثلا في العلاقه بينها وبين ابنها او خلاص هما متفاهمين انا ماليش دعوه يعني خلاص في بقى حاجه بتبقى مصدر للمشاكل شويه الاحفاد يعني ساعات بقى اصل ايه انت ممكن تبلعي لابنك مش هتبلعي لحفيدك يبقى مثلا هي عايزه تدلعه زياده وانت يا دينا عايزه تجري ورا بالعصايه الغنيه بتعملي ايه بقى طب قولي يا دينا انت الاول كده ده يعني مصدر طبعا يعني هي طنط ما بتقدرش تشوف كيكو انا متنرفزه عليه بس هي حقانيه يعني مش شايفه ان الولد مزودها بتسيبني اتعامل يا حبيبي تديني الكارت النقط ان انا اعمل كل اللي انا عايزاه بس قلبي بس من جواها بيبقى طبعا انا عارف الشكل ده لان لكن بتيجي في حته بصراحه شايفه ان هو لازم يتربى في الحته صح. دي ما بتجيش على ان الولد ما يترباش او يتربى تيتا الحقيني يعني الحقيقي طبعا امبارح كانت تيتا الحقيني دي بصراحه بتقول لي دينا قطعه ولا لا طبعا لا انا امي لما تبقى اختي بتزعق لبنت اختي امي يعني عارفه انه ما ينفعش ان الطفل يعرف انه بدان تيتا هنا يبقى انا معايا الجرين كارد طبعا مش هيحصل بس تبقى قاعده بقى هتيجي مثلا اختي لا خلاص يا نهى خلاص ماشي خلاص بقى قول سوري لمامي خلاص كده عشان عايزه تخلى يعني عايزه الموضوع يطلع له دينا اعمل له فهي بتبقى عارفه ايه المفروض يحصل بس طنط ده مصدر ممكن يكون مصدر خلاف مثلا بين لا اصل خلاف تربيه حفيد حاجه وخلاف في تدخل في شؤون بيت ممكن لو هي تدخل في الحفيد مثلا لمشاكل كبيره تدمير بيت بتدخل حاجه ثانيه يعني لو هي عندها كونسبت التدخل هتتدخل في اي حاجه صغيره او كبيره اوكي يعني من ابني لجوزي لبيتي لكل حاجه بس اصل الاحفاد دي انا عارفه يعني حتى مامتك ممكن تقول ما بتدخلش في حياتي خالص تيجي بقى عندها ده بقى بنخسر بعض بقى في امهات
بتسيبي يودو يعني لما تقولي تتخانقي والكلام ده كله بتبقى مصدر مشاكل يعني. يعني في مثلا حد من قرايبي خلاص اترك اباك وامك والتصق بامرأتك صح دي اخدتها رولز في حياتها لدرجه ان الحما بقت ولا حاجه. لا. هو دايما بصي هو يعني امها وابوها دول القمه بتوع بتاعه البرايورتي والباقي كله لا الباقي دي ممكن لو اضطرت ان حماتها تعيش عندها لاي ظروف يعني اوضه في البدروم مثلا اوف لا وحشين قوي عشان هي عامله لامها وابوها اوضه دول لما يبقوا عندها هو ده ما هو العيب على جوزها بس هي دي بقى اللي بتعمل مشاكل الحما مع البنت يعني لو البنت عامله كده طبيعي الحما هتبقى شايله من البيت بس برضو لا معلش الحما ساكته عشان خاطر ابنها ما ابنها بقى لازم برضو يبقى معلش راجل يعني الحما قالت وجع دماغ بقى شايف ان هي لا بس دي تعدي على الام خط احمر يعني معلش هو لازم برضو يبقى ليه تاتش بصي في اوقات الناس بتفقد المعاني بتاعه ايه المهم وايه اللي مش مهم وايه اللي لازم اعمل فيه وقفه وايه اللي مش لازم اعمل فيه وقفه بس برضو بنرجع ونقول انه في معظم الحالات مش هقول في كل الحالات ساعات الجواب بيبقى شكله حلو من بره وتفتحه وتلاقي جواه فضايح بس في معظم الحالات بيبقى سوء اختيار من الاول يعني معلش بتحصل وعلشان كده طنط مثلا لما جت راحت تخطب لامير راحوا يشوفوا البيت وهرجع واقول لك انه بقى هتتجوز مصريه هتتجوز اجنبيه هتتجوز بنت عمتك هتتجوز واحده ما تعرفهاش البيت اللي اتربى في مناخ معين مستحيل قوي تلاقي الا في حالات يعني بقى قصريه هي تلاقي حاجه شاذه عن البيت لو العيله بالبنت لو الاب بيحترم الام بالضبط. هتلاقي انه يعني انا كبرت شايف حماتي جدتي على طول عامله يعني بتحاول تصل بيس ميكر يعني بتحاول منظمه سلام بين ماما وبابا امي شفتها مع اختي وجوزها امي شفتها مع مراتي انا امي بتكلمني ساعات تقول لي انت مزعلها ليه انت ما عندكش دعوه بالظبط انت مش عارف ايه انت المفروض انت الطول حاجات كده بقى من الحاجات انت الطول انت لاقي انت مش فاكر وتقعد بقى تطلع لك قائمه الاذلال طب انا عايزه اقول حاجه بس كريم هيجيب لنا البدنجان واحنا هنكمل كلامنا عن حماتنا لازم كل بنت تحب حماتها زي مامتها بالظبط تمام وتعاملها كانها ماما معايا يعني ربنا رزقني باتنين ام مش ام واحده البدنجان طلع واتشوى وشكله جميل جدا هنبدا ايه نشيل القلب هنشيل عايز اشيل انا واحده انت واحده ولا لا جرب كده انت احنا هنحط القلب جوه الخلطه دي وهنديله تقليبه بسيطه خلاص انا بس كده ضمنت ان الصوص اتشرب والطماطم بقت متسبكه مع بقيه المكونات هنشيل جراح والنبي بصي جراح حلو قوي يا كريم برافو هنحط القلب اللي جوه البدنجانه مع الخلطه بتاعتنا وهنحشي تاني هو عشان سخن قوي خلي بالكم وهنحشي تاني بالخلطه دي البدنجانه ونرش عليها بس على الوش الجبنه البارميزان وهتطلع حاجه جامده جدا ونشوفكم بعد الفاصل وانا وحماتي حياتي شكوى على الفاصل استباحة